بينما يرى الناس المكان، يرى الرسامين التفاصيل الدقيقة فيه، تفاصيل تجعل الجمال أجمل والإدراك أعمق. هم يؤمنون أن خلف كل عمل رائع خبايا صغيرة، وأن حقيقة الإتقان لا تكمن في المجمل بل في الزوايا وخلف السطور وفي جوف شاعر وفي الأماكن التي لا يراها إلا القليل. أعتقد أن كل الناس الشيء الوحيد اللي يبحث عنه كل البشر على هذه البسيطة هو السعادة. غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، كبيرهم وصغيرهم يبحثون عن السعادة. فأعتقد إذا أنت إنسان سعيد فأنت ناجح، وليس العكس، ليس كل ناجح سعيد يعني. الرسام عبد الله جابر عاش رحلة شغف طويلة، بدأت من قبل أن يتعلم حتى الكتابة، وانتهت بأحد أشهر رسامين الكاركتير في العالم العربي. قصة مليئة بالألوان والإبداع والمثابرة، وهي التي سيرويها لنا في ألف ميل.